منتخب السنغال اليوم يلعب بسيني ديانج في الحراسة بقيادة اليو سي سي منذ سنة 2015. يسرى كرة خطيرة يدخل سيلا مازال والحكم يقول ركنية أولى لإيسياغا سيلا صحيو وصلت على الجهة اليمنى من هنالك بين بايو وكيرابوغي والتغطية الدفاعية وفي خطأ. كذلك جيلافوغي المنتخب السنغالي وانطلق من هنالك عن طريق بايو ضيع الغيني التسديده مرفوعه في القائمه الثانيه عاليه راسيه من قبل كونتي المدافع نادي نيور. الكره البعيده من سيلا البحث عن نبي كايتا تغطيه دفاعيه من هنالك من عبدو سيسي مدافع نادي اولمبياكوس يخرجها مباشره في اللاعب سار وخروج موفقها لم يتمكن من الكره ما زالت غينيه وفي خطا الاكس موريبا وين يا موريبا دخل منطقه عمليات ماني اي 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 الحكم يصفر خطا لساديو ماني على خط ال 18 لصالح المنتخب السنغالي خلي له المساحات ساديو ماني يصنع ضربت في الجدار وراحت سلامات يوزع كره رائعه سيلا والتغطيه الدفاعيه من عبدو ديالو يخرجها مباشره لا كانت من عبدو سيسي مدافع نادي اولمبياكوس على الصوره كايتا التوزيع والدفاع منتخباتها وفي لاعبيها وبالاحرى الاجيال الجديده اللي طالعه تعطي نفس اضافي لمنتخباتها. الاجيال هذه لعبة في افضل الدوريات وافضل النوادي في اوروبا او على الاقل محترفه. سيلا اولالا رائعه الكره هذه من سيلا نزعه هجوميه كبيره عند مدافع نادي تولوز على الجهه اليسرى ماني مازال ماني وعوده موفقه من سو الحكم الاثيوبي تيسيما يقول هناك ركنيه لصالح ساديو ماني. تلعب مباراه نهائيه وصبيحه المباراه يقولوا لك بانه عندك 10 لاعبين مصابين بوزيتيف بوباء كورونا. تصور مثلا بان قال يرفعها في القائمه الاول كره قصيره نابي كايتا والتغطيه الدفاعيه ساديو ماني تفوق رائع هنا وفيه خطا لساديو ماني في وقت احد لاعبي منتخب غينيا سقط على ارضيه الميدان مع حركه خطيره 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 بابا با جول لعبة ثلاثية ولا أروع ضيع إكشايل موريبا وضيع جيلافوغي كل مازال عنده الكرة الآن جيلافوغي في المراوغة والعودة الموفقة من كوياتي أيضا محاولة رائعة من سيلا أمام اليوسيس على الجهة اليسرى يبحث عن ساديو ماني كرته لم تمر ساليوسيس الحكم يرجع ويصفر خطأ لصالح المنتخب السنغالي بعد هذا التدخل من عمادو دياورا وسط ميدان نادي وصل عليها المهاجم جيلافوغي هكذا في كرة على الطائر على خط ال 18 لولا الخط تتعود على مثل هكذا أجواء. نعم هناك أشياء فوق طاقتك ولكن هناك أشياء يجب أن تتعود عليها كيفما كان الحال أو تخليها على حالها شمال إفريقيا. لا 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 أبدا أبدا هنا يواصل سيلا مازال سيلا رائع جدا سيلا جدا سيلا نعود نتذكر بانه مسجل هدف الفوز لمنتخب من نبي كايتا في الوسط من امام كوياتي تفوق على كوياتي ولكن الدفاع كرة كانت صعبة جدا لصالح المنتخب الغيني الحكم يصفر خطا لصالح دفاع منتخب السنغال امام اللاعب مورغان جيل يسرى من امام كوياتي محتفظ بالكرة مازال نبي كوياتي الكرة فاتت وراح التماس الحكم يقول لصالح منتخب السنغال لا ما فيش خطا يا نبي الكرة الداخلة مرفوعة بشكل رائع هذه هي أخطر فرصة لمنتخب السنغال من كرة بوناسار في القائمة الثانية من هنالك ناحية بولا مرفوعة من هنالك بونا الراسية ومرت سلامات بعدين لا يوجد لا أعتقد بأنه إلا إذا استقال أو حدث كرة هايلة مرت سلامات هايلة نعم كرة داخلة بهكذا الشكل ليس في اتجاه المرمى بل في اتجاه الرؤوس ولكن اللاعبين السنغاليين كانوا متأخرين عن هذه الكرة ومرت سلامات وضاعت مالاوي وزيمبابوي يعطيهم فرصة أخرى كرة والتدخل كرة ملعوبة مرة ثانية ولكنها بعيدة هكا
الكم المساعد كل ركنية لصالح. مرة أخرى ما زالت الخطورة على رأس المنتخب السنغالي وبين أحضان الحارس علي كايتا. اختلطت علي زيمبابوي ومالاوي، المنتخبان الغيني والسنغالي فازا بلقائهما الثانية والدفاع يخرجها وفي خطأ. حكم يقول خطأ لمنتخب غينيا. تدخل كان من نبي كايتا هنا. علي ساديو ماني رجع واستلم الكرة. ساديو ماني ونبي كايتا رجعوا خطأ وبطاقة صفراء. يخرج الحكم في وجه نبي كايتا زميله في ليفربول. ساديو ماني حاول يمر. ساديو ماني ويديا وكرة صعبة. ساديو ماني ودي وكرة أخرى صعبة في الهجمات المعاكسة. خطير جدا منتخبنا، كرة خطيرة، التسديد المراوغة، بابا بابا جول. كرة سهلة ضعت لصالح منتخب السنغال. كاد يأتي الهدف الأول من بوناصار. ودي باي يرفع كرة بعيدة ولا واحد في ساديو ماني وصلها لقلب هجوم اللاعب دي. والتغطية دفاعية يتحمل الآن في أبعى المباراة، والمنتخب السنغالي يقترب من مرمى علي كايتا. أغلبيتها مستعمرة وعندما نالت استقلالها كذلك. الحارس كاليدو كوليبالي جينغ مهاجم مارسيليا، هذول اللي معروفين، ولكن الأرقام تقول بأن هناك 10 لاعبين. سيسي هرب، سيسي هرب، سيسي هرب، سيسي يلعب على الجهة اليمنى. أوه في خطأ، في خطأ لصالح منتخب السنغال من هنالك ولصالح بولايديا وبتا. والذي سيستعد بوناصار. كرة سأقول رائعة ولكن عالية كثير هذه الكرة من بوناصار، ولم تمر. تغطية دفاعية من بابا عبدو سيسي.